اهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. الله يفضل. شكرا. على فكرة أنا متابع كل كتاباتك وأفكارك من زمان ومعجب بيها. أنت عايش في وجدان كل مصري يا سيادة الأديب. أشكرك يا فندم. وأول ما فكرنا في تحويل هيئة التراث القومي للوزارة كان على رأس المرشحين الأديب يوسف الجيار. دي ثقة أنا بعتز بيها يا فندم. جدودنا سابوا لنا تركة عظيمة لازم نحافظ عليها. تراث مصر في رقبتنا كلنا يا فندم. وده كان السبب لتحويل الهيئة للوزارة وتوسيع اختصاصها ودعمها عشان تأدي مهمتها كبيرة. وأعتقد أن الاستعانة بالطاقات والخبرات النادرة هو أفضل طريق للتغيير. أفهم من كلام حضرتك أنك مرشحني أمسك الوزارة دي، بس أنا كاتب وصحفي، أنا مش سياسي. أنت مبدع والسياسة كلها إبداع، وأنا متأكد أنك الراجل المناسب في المكان المناسب. أشكرك مرة تانية لثقتك في المثقفين. إعطاء المثقفين الفرصة لاتخاذ القرار هو ده اللي هيعمل التغيير الأفضل. أنا بشكرك وأرجو أن يكون عند حسن ظنك. بتمنى لك التوفيق. شكرا يا فندم. مع السلامة. إلى اللقاء. ألف مبروك يا يوسف، ألف مبروك. كده نقدر نقول إن ده أحسن اختيار. الرجل المناسب في المكان المناسب. ما تستعجلش قوي كده بقى. دول بيقولوا لي إن هم هيضموا اختصاصات جديدة للوزارة، وده بيولد حساسية وصراعات، وأنا مش عايز أخش في أي صراعات. الحقيقة الوزارة دي مش هتكون فيها أي صراعات. يوسف أنت تستحق أعلى مكانة، والوزارة تشرفت بيك. وعلى فكرة الجريدة هتعمل لك حفلة كبيرة. كل يوم تعديل وزاري تعديل وزاري. امتى بقى هيحصل؟ على مهلهم يا بابا. على الساحة الإقليمية والدولية في حديث إلى القناة العربية. ألو، إسرائيل تكثف غاراتها. أيوة يا أستاذ درويش. على نشطاء الفصائل والرياسة ماما. معقولة؟ ما راحتش المدرسة النهاردة؟ لا جايز وراها مشوار ولا حاجة. المزيد من أعمال العرب. حاضر، أول ما تيجي هبلغها. مع السلامة. إزاي ما راحتش المدرسة؟ شكرا لكم. دي عمرها ما عملتها. أنا هطلبها على الموبايل. هي كانت النهاردة مش طبيعية، قامت وبالها مشغول. الأول كانت بتقولي على كل حاجة، دلوقتي ما بتقوليش على حاجة، ماشية بدماغها ورا مشاكلها. دي قافلة الموبايل يا بابا. الحمد لله أهي ماما جت. معقولة يا ماما قافلة الموبايل؟ كنت فين؟ قلقتينا عليكي. تلاقيش يا حبيبتي. دي صحيح ما روحتيش المدرسة يا زينب؟ وانت عرفت منين؟ الأستاذ درويش اتصل بيكي وسأل عليكي وقال ان انت ما روحتيش المدرسة النهاردة. ما انا كنت في المنطقة التعليمية. خير ان شاء الله؟ طبعا خير، استقلت واستريحت. ايه؟ انت بتقولي ايه؟ بقول اللي سمعته يا عبد الحميد. وايه السبب بقى اللي خلاكي تستقيلي من غير ما تقولينا ولا تستشيري حد؟ هو احنا مش عايشين مع بعض؟ بابا بيتكلم صح يا ماما. الموضوع ده يخصني انا، وانا حره فيه، وانا درسته كويس. وايه سبب استقالتك بقى؟ عشان عايزين يبنوا فصول في حوش المدرسه؟ هما كانوا هيبنوا الفصول دي في ارضك واكتر، ومن فضلكم بطلوا كلام في الموضوع ده. وقبلوها يا زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القاهرة نحييكم. سامر ورين تعالوا تعالوا، بابا هيطلع في التلفزيون. تعالوا حكومة الجديدة هيقابل رئيس الوزراء. تعالوا مجلس الوزراء الدكتور عبد المنعم سامي، كما استقبل المهندس نور الدين عبد الفتاح، كما استقبل سيادته الدكتورة عفيفة اسكندر، واستقبل أيضا الكاتب يوسف الجيار. يا سلام يا بابا يا حبيبي، ألف مبروك. الوزير يوسف الجيار والله لايق عليه، لايق عليه طبعا، لايق عليه. يا سلام، انا بقيت ابن سياده الوزير. وشك حلو علينا يا ريم.
ميرسي يا سامة، مبروك يا طه، ألف مبروك. أستاذ يوسف يستاهل هالمنصب. ميرسي يا ريم، فعلا يوسف يستاهل كل التقدير. أنا هتصل ببابا أشوفه فين. ألو، أيوة يا بابا يا حبيبي، مبروك ألف مبروك. هتيجي إمتى؟ أنا عايز أحضنك وأبوسك يا أجمل وزير في الدنيا كلها. خلاص ماشي، مستنيين. شكرا لكم. بابا يقول إن هو جاي على طول. ألو؟ لا والله مش موجود. الله يبارك في حضرتك. لا حاضر، هبلغه. حاضر، ألف سلامة. أيوة والله لسه ما جاش. الله يبارك فيك، متشكر أوي. هبلغه. حاضر حاضر، أوكي، مع السلامة. بقول لك إيه، خد رد أنت بقى. الو، مساء النور. لا والله هو مش موجود. الله يبارك فيك. طب خلاص اوكي، اول ما يجي هبلغه. ميرسي، مع السلامه. هاتي مشكله كده. ماما لا. ارفع السماعه ولا ايه؟ لا يا حبيبي ما ينفعش، الناس بتشاركنا فرحتنا، ازاي نرفع السماعه؟ مبروك يا ماما، وراء كل رجل عظيم امراه حلوه زيك كده يا ست الحبايب. حبيبتي ايه الحكايه يا ست الكل؟ انت كنت مخبيه علينا ولا ايه؟ لا ابدا، احنا بس كنا مستنيين لغايه ما بابا يتاكد. تتاكدوا من ايه بس يا جماعه؟ تتاكدوا من ايه؟ ابويا بقى وزير وانا بقيت ابن سياده الوزير، يعني كل حاجه في حياتنا هتتغير يا جماعه. مبروك يا سامح، مبروك يا سمر، انا كتير فرحانه. بص واتفرجي يا نوره، الف الف مبروك يا زين. شكرا لك. الله يبارك فيك يا عبد. مبروك يا ماما، الف مبروك. انا الفرحه مش سايعاني، احنا لازم نروح نخلو ومبارك. انا هبتدي اخاف منك واعمل لك الف حساب. لا لا لا، ما تطفيش التلفزيون، انا مستني النشره الثانيه اللي بيسجليها يا حبيبتي. حاضر يا بابا. لا هو كان يوسف، الف مبروك يا حبيبي. انا فرحت فرحه نسيتني كل هموم الدنيا. هاتي يا ماما والنبي بقى، هاتي اكلمه انا. الو، ايوه يا خالي، الف مبروك يا خالي، كنت منور التلفزيون وزي القمر. خلاص بقى ما حدش هيقدر يكلمني بعد كده، ما انا خالي وزير. مبروك يا خالي، الف مبروك. لا ما تشوفهاش. هاتي بقى انا. بابا هيكلمك. انا عايز اكلمه. الو، الف والف مبروك يا يوسف، عقبال رئاسه الوزاره. اهلا اهلا. مبروك يا سيادة الوزير. الله يبارك فيك يا حبيبتي. بقى بالذمة يا جماعة، في وزير في الدنيا بالحلاوة دي؟ الله الله، انت بتعكسينا يا بنتي ولا ايه؟ اه فيها ايه يعني معاك؟ مش كده قوي يا سمر، الأحسن هيتغرى علينا. لا لا ده برضه. ألف مبروك يا سيادة الوزير. الله يبارك فيك. الجمال ده. الله يبارك فيك. عقبال ما تبقى باشمهندس كبير قد الدنيا. يا رب. مبروك يا أستاذ يوسف، أنا فرحانة كتير. الله يخليكي، ميرسي جدا، أشكركم. بس الظاهر إن فرحتكم نسيتكم أنا بقيت وزير لأنهي وزارة. يا بابا مش مهم. اي وزاره وخلاص، المهم ان حضرتك هتبقى وزير. مش مهم ازاي، دي وزاره جديده اصلها، وزاره اسمها وزاره التراث القومي، ودي هتبقى من اهم الوزارات. اللي هيمسك الوزاره دي لازم يكون اديب، مفكر، مثقف، يعني باختصار كده لازم يكون يوسف الجيار. انا عايز اقول لك على حاجه يا بابا، النهارده احلى واجمل يوم في حياتنا كلنا. ميرسي يا حبيبتي. نحن لازم نحتفل بيك يا استاذ يوسف. معلش احنا هنأجل موضوع الاحتفال ده شويه، انا رجعت عشان اتغدى وحنام شويه وبعدين هنزل عشان عندي ميعاد. طب ما تلغيه يا بابا. مش حاضر يا حبيبتي، ميعاد مهم قوي. ايوه ايوه موجود. ثانيه واحده، تليفون. الو، اهلا 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 وسهلا يا فندم. الله يخليك، متشكر، كتر خيرك، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا، مع السلامه. تليفون تاني. ايوه ايوه طبعا موجود، ثانيه واحده. الو، اهلا يا فندم، اهلا وسهلا، متشكر قوي على مكالمتك، شكرا، الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك فيك، مع السلامه. مع السلامه. اسمعوا بقى، اي مكالمات بعد كده تيجي ابقى رد انت. اوكي. من ساعه ما الناس شافوا الخبر في التلفزيون التليفون ما سكتش خالص. اسمعي انا هخش انام
واصحى عشان اتغدى. ها مش برضو الفرخه المسلوقه بتاعتك اللي عامله كده؟ مش الناس يستنوا شويه لما الخبر يبقى رسمي؟ يستنوا ايه بس يا ماما؟ الناس فرحانه وعايزين يجاملوا بقى. ايوه بس الناس بيجاملوا بجد من قلبهم. المهم يا جماعه لازم نتفق اتفاق مهم. احنا ان شاء الله كل واحد فينا كده هيرد على التليفون مره عشان اعصابي اتوترت. حكايه الوزاره دي حكايه صعبه جدا. طبعا حياتك هتتغير والناس هتبدا تعاملك باسلوب مختلف. سمير ليش ما اجا؟ معقول ما يعرف لحد هلا؟ اه صحيح، ده حتى ما اتصلش بالتليفون مع ان اليوم يوم النهارده.